سنعطيك الوقت بدورنا كقناة التغيير لإيصال رسالة دعم إنسانية. نرحب بمسؤولي إعلام مكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عمان عبر سكايب، سليم عويس. مرحبا بك سيد سليم. ضحايا بالآلاف، أوضاع مأساوية، الصحة في غزة أعلنت خروج أو الانهيار التام للمستشفيات في القطاع، وهناك توابع مأساوية لما يجري. إلى متى سيظل هذا الأمر؟ وإلى متى سيصمت العالم ولا يسمح بدخول ما يحتاج أو ما تحتاجه المستشفيات؟ كيف من الممكن أن يتم تدارك الكارثة إن صح التعبير، إن كان هناك تدارك لهذا الأمر؟ نعم، إلى متى؟ هو إلى توقف العنف. للأسف الأطفال سيواصلون دفع الثمن الأعلى ما دام العنف قائم. الأطفال سيواصلون دفع الثمن الأعلى ما دام الإمدادات ليست يعني غير مسموح لها بالدخول بشكل متواصل وبكميات المناسبة. ما نراه الآن فعلا وضع مروع في غزة، كارثة إنسانية وتزداد كل يوم. للأسف نحن نتكلم عن أكثر من 2000 طفل قتلوا، 2000 طفل خلال 17 يوما، رقم فعلا مخيف. أكثر من أو حوالي 5000 طفل أصيبوا بجراح مختلفة الأنواع والمستويات. هذا ما تم، يعني هذه الأرقام هي ما أفادت تقاريرنا به حتى اللحظة. طبعا الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك. الوضع فعلا مخيف في غزة. الآن المناشدة هي لوقف إطلاق النار، إن لم يكن وقف إطلاق النار الشامل فهو وقف إطلاق إنساني، الهدنة الإنسانية، لنتمكن من العمل في غزة، لتمكن الطواقم الإغاثية من العمل هناك. بدرجة ثانية هي إدخال المساعدات بشكل غير منقطع، غير محدود ومتواصل. الآن ما تمكننا من إدخاله حتى اللحظة خلال الأيام الماضية، يعني تقريبا 40 شاحنة أو أكثر بقليل، هي غير كافية أبدا للاحتياجات المهولة التي يحتاجها الأطفال وعائلاتهم في غزة. نعم. الوضع يحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي الآن لوقف العنف. أجدد التحية بك ثانية سيد سليم، إذ ما أردنا أن نتحدث بأن الساعات المقبلة لربما ينفد الوقود بشكل كامل. أن أتحدث هنا عن المستشفيات التي يرقد فيها المصابون وهي بحاجة إلى هذه الوقود لربما بشكل ماس. أذكرك فقط بتصريح للأونروا، وكالة الأونروا مؤخرا قالت بأنها ستضطر إلى تعليق عملها غدا في قطاع غزة بشكل كامل في حال لم يصلها الوقود فورا. هنا ما الحل أو ما البديل؟ نعم، لا بديل. البديل هو أن يدخل الوقود إلى غزة، وهذا ما نطالب به. نحن نطالب بفتح كل المعابر إلى غزة للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود. الوقود الآن في غزة هو يعني خط حياة للغزيون. بدون التيار الكهربائي الذي كما نرى تضررت البنى التحتية بشكل كبير، قطعت الكهرباء عن الوصول إلى غزة. المولدات التي كانوا يعتمدون عليها تحتاج إلى الوقود ليتم العمل. طبعا هذا بشكل كبير هو الخوف، هو في المستشفيات كما ورد في تقريركم. هناك أكثر من 100 طفل حديث ولادة في الخداج وفي الحاضنات، العديد منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. هذه الأجهزة إن توقفت لدقائق نحن نخاطر بحياة هؤلاء الأطفال. لا يمكننا أن نخاطر بحتى توقف بسيط للكهرباء في أجنحة حديثي الولادة. أيضا هناك الآلاف من الجرحى والمرضى الذين يتوافدون إلى المستشفيات. المستشفيات تكتظ بهم والطواقم الصحية لا تستطيع أن تلبي كل احتياجاتهم. جزء من هذا هو وجود الوقود للعمل داخل المستشفيات، جزء آخر هو بسبب نقص المعدات الطبية والصحية بما في ذلك الأدوية، أيضا عدم اتساع المستشفيات. أيضا الكهرباء والوقود للكهرباء أيضا هو مهم جدا في عملية تنقية المياه. الآن في غزة هناك يعني محطة التنقية التي تدعمها اليونيسف هي المحطة الوحيدة العاملة في غزة، ولكن للأسف تعمل فقط ب 5%
من قدرتها. هذا لا يكفي شيء للأسف، ولكن في غياب الوقود لن نستطيع من أكمال هذه العملية. كما أتى في بيانات الأونروا، الوضع فعلا صعب على الهيئات الإغاثية لمواصلة عملها، جزء منه الوقود ولكن جزء أيضا هو الأمن والوضع الإنساني بشكل عام، لأنه حتى طواقمنا هي جزء من المدنيين في غزة يعملون ضمن هذه الظروف الصعبة التي يعني لا يستطيعون فعلا تأمين الخبز والمياه لعائلاتهم، ولكنهم ما زالوا يعملون لإيصال الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها. هذا ما نطالب به بالإضافة إلى وقف إطلاق النار والممرات الآمنة، هو تأمين العاملين الإغاثيين وضمان سلامتهم ليقوموا بعملهم، ليقوموا بالوصول إلى الأطفال أينما كانوا في غزة، يعني في كل أنحاء غزة. نعم سيد سليم، هناك يعني إحدى الأمهات في قطاع غزة ترقد مع ابنتها في أحد المستشفيات، وجهت سؤالا إلى العالم بشكل عام، لماذا لا يعامل أطفالنا كما يعامل أطفال أوكرانيا على سبيل المثال؟ لماذا هناك ازدواجية في التعامل في هذه المعايير تحديدا؟ هل من الممكن اليوم أن تصل رسالة هؤلاء الأطفال عندما نتحدث عن أكثر من 2000 طفل قتلوا، وربما هناك عشرات الأطفال تحت الأنقاض المدمرة؟ هل من الممكن أن يلعب اليونيسف دورا آخر في إيصال هذه الرسائل إلى الولايات المتحدة، إلى مجلس الأمن، من أجل إيقاف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة؟ هذا هو دورنا، وهذا ما نقوم به إن كان عبر الشاشات بالعلن أو في ضمن القنوات الرسمية. أملنا هو في أن تسود الإنسانية، أن يسمع صوت الأطفال. الطفل هو طفل أينما كان، بغض النظر عن مكان ولادته، عن لمن ولد أو في أي وضع ولد. هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل للعالم، وهذا هو نداءنا إلى كل يعني في أي وضع نزاع، المسؤولية الأولى والأخيرة هي على أطراف النزاع لحماية الأطفال، يجب أن تكون أولوية بحسب القوانين الدولية. أيضا المسؤولية على المجتمع الدولي، على الدول التي يمكنها التأثير على أطراف النزاع لحماية الأطفال، وهذا نداءنا اليوم، حماية الأطفال أولا وأخيرا، إيصال المساعدات لهم لإنقاذ حياتهم من خطر الموت الوشيك فعلا. نعم طيب سيد سليم، يعني على ما يبدو وعلى ملامح وجهك وحديثك هذا بأنكم لربما يئستم من الوضع الحالي، وهذا قد يثير حفيظة بعض المواطنين في غزة وقد يؤدي إلى خوفهم مستقبلا. سنعطيك الوقت بدورنا كقناة التغيير لإيصال رسالة دعم إنسانية لتوطيد الخوف وتقليله لدى الأهالي، على اعتباركم منظمة دولية. يعني على الأمل ألا يموت، وإحنا يعني نعمل بجهودنا في كل اليونيسف لإيصال أصوات الأطفال وعائلاتهم، لأن نستمر في تقديم الخدمة لكل طفل في غزة. هذا ما نفعله وما نعمل عليه، وهذا ما سنستمر في عمله. ليس فقط اليونيسف ولكن أيضا الجهات والمنظمات الأممية الأخرى وأيضا المنظمات المحلية، كلنا نعمل على تواصل معا في تنسيق دائم وحثيث لمحاولة تغيير الوضع لأطفال غزة. نعم إذا نود أن نشكرك على انضمامك معنا عبر خدمة سكايب السيد سليم عويس مسؤول إعلام اليونيسف، شكرا جزيلا لجنابكم الكريم.